رأيتم أيها الإخوة كيف أن العبر والعظات في حادثتي الإسراء والمعراج لا حصر لها ولا نهاية، وأن الذي أخبرنا به ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن نحن تدبرنا فيه وأخذنا بمعانيه والتزمناه في حياتنا فإن الله تبارك وتعالى يورثنا الأرض ويحقق لنا النصر والتمكين ويكتب لنا العز والفخر والشرف وقيادة الإنسانية إلى بر الأمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات العلى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الثقلين، بدر التمام ومسك الختام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وكل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إليه بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك أن تكون لإخواننا في غزة وفلسطين ولياً وكافياً ونصيراً. اللهم ربنا أفرغ عليهم صبراً وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم شتت شمل عدوهم وفرق جمعه واكسر شوكته واجعل الدائرة عليه يا الله يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، أعبر لكم في بداية هذه الأمسية الطيبة عن بالغ سروري وتقديري بلقائي بكم في هذا البلد الطيب الكريم أهله، ذي الجود والكرم والأصالة والوفاء والشيم والخلق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا البلد الطيب وفي أهله، وأن يمن عليهم من واسع فضله، وأن يبسط عليهم من ألطافه، وأن يجمعنا بهم دائما على ألفة ومحبة ومودة، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يعيد علينا هذه الذكريات ونحن جميعاً وأمتنا نرفل في أثواب العز والنصر والتمكين، وأن يغدق علينا من خزائن رحمته إنه تعالى على كل شيء قدير. وكما سمعتم في المقدمة فإن الموضوع سيدور حول حادثة الإسراء والمعراج، لكني قبل أن أدخل في الموضوع، ولا أريده أن يكون موضوعاً جافاً ثقيلاً على أسماعكم، فإني أطلب منكم أن تجلسوا بارتياح وأن تأخذوا متنفسكم في الجلوس حتى لا تكون هناك مشقة تحول بينكم وبين تركيزكم فيما ستسمعون الليلة إن شاء الله تعالى. كذلك فإني أنبه في بداية هذا اللقاء على معلومة بسيطة لا تخفى على كثير منكم، ولكن من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. خلاصة هذه المعلومة أن علماء الأمة
مختلفون في توقيت حادثة الإسراء والمعراج في السنة والشهر واليوم، فمتى كانت؟ الأكثر أنها قبل الهجرة بعام، وقيل بستة عشر شهراً، وقيل بخمس سنين، وهذا بعيد لكنه قول من أقوال المسلمين المتقدمين. ثم اختلفوا في الشهر، فقيل بأن حادثتي الإسراء والمعراج وقعتا في ربيع الأول، وقيل في رمضان، وقيل في شوال، وقيل في رجب، وقيل غير ذلك. ثم اختلفوا في تحديد اليوم، فقيل في السابع والعشرين، على اختلافهم في الأقوال في أي شهر كانت. لكن الذي جرى عليه العمل في هذه الأعصر المتأخرة الاعتداد بليلة السابع والعشرين من رجب، وهو قول طائفة من علماء المسلمين، من بعض المحدثين وبعض كتاب السيرة. ولكن لا ينبغي التضييق في مسألة تاريخ هذه الحادثة متى وقعت، فكما تقدم رأيتم أن فيها خلافاً واسعاً في تحديد السنة وفي تحديد الشهر وفي تحديد التاريخ واليوم. المتفق عليه أن الحادثة وقعت، هذا لا خلاف فيه، نقل كثير من أهل العلم الإجماع على وقوع الإسراء والاتفاق على وقوع المعراج. وأنا هنا الليلة لا أريد أن أتعرض لهذه القضية، نريد ما يعود علينا بالنفع والفائدة من ذكرى الإسراء والمعراج. فما الذي يدل على وقوع حادثتي الإسراء والمعراج؟ سورتان من كتاب الله عز وجل تؤكدان وقوع الإسراء والمعراج. ما هما؟ ما الذي يدل على وقوع الإسراء؟ سورة الإسراء. وما الذي يدل على وقوع المعراج؟ سورة النجم. سورة الإسراء تدل على وقوع حادثة الإسراء، والصحيح أن فيها إشارة واضحة إلى المعراج في قول الله تبارك وتعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فإن جماهير المفسرين على أن الرؤيا هنا هي الرؤية البصرية التي أري إياها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم في حادثة المعراج، ولذلك كانت سبباً لافتتان الناس. وما جعلنا الرؤيا التي، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. فإن أغلب أقوال المفسرين على أن المقصود هو حادثة المعراج بهذه الرؤيا، وهذا هو الراجح. لماذا؟ لأن هذه الحادثة كانت اختباراً للناس بين مصدق بها زادته إيماناً ويقيناً وطمأنينة وتعلقاً بوحي الله تبارك وتعالى، وبين مشكك مرتاب من أهل الجاهلية والشرك ومستغل لها في الطعن في دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما سواها مما ذكر فإنه ليس بمحل افتتان وابتلاء، فإن من أشهر الأقوال أن هذه الرؤيا بعد القول الراجح الذي تقدم هي رؤيا مصارع قتلى بدر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صرح بأنه رأى مصارع أئمة الكفر في بدر، فقيل بأن المقصود في آية الإسراء هذه هي هذه الرؤيا، وقيل بأن المقصود هي رؤيا فتح مكة،
ولكن رؤيا فتح مكة دلت عليها آية لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. إذن قول جماهير المفسرين وهو الذي رجحه الإمام الطبري ورجحه الإمام الرازي وابن كثير ويعني طائفة كبيرة من المفسرين أن هذه الآية تدل على المعراج، ولكن السورة من اسمها سورة الإسراء هي التي، لأن صدر الآية الأولى منها ماذا؟ من سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآية النجم، سورة النجم تتحدث عن المعراج، وأوضح ما فيها: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هل الأمور واضحة إلى الآن؟ نعم، الحمد لله. سندخل الآن في بيان بعض معالم هذه السور: الإسراء والنجم، لنأخذ العبر والعظات، ولماذا تعرض القرآن الكريم لحادثة الإسراء في سورة الإسراء والمعراج في سورة النجم، وما دلالة الإسراء وما دلالة المعراج. فأنا لا أريد أن أكرر لكم معلومات سمعتموها من قبل، نريد شيئا نافعا جديدا عسى أن نوفق إليه بمشيئة الله تعالى. سنأخذ الآيات الأولى، من أراد منكم أن يتابع من المصحف فلا مانع، من المصحف لا من الهواتف، لا من مصاحف في الهواتف. طيب، لنأخذ الآيات الأولى من سورة الإسراء. بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه الآية تعظيم وتمجيد وتنزيه لله تبارك وتعالى بذكر هذه الحادثة، فالله عز وجل يصف نفسه داعيا إلى تمجيده وتنزيهه وتعظيمه بما أكرم به عبده محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده روحا وجسدا ليلا، أي في جزء من الليل. الإسراء أو السري أو السرى هو السير ليلا، فالله تبارك وتعالى أخذ نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الرحلة في جزء من الليل، وهذه فائدة قول الله تبارك وتعالى ليلا. من أين؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثم بيّن الله تبارك وتعالى صفة هذا المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. المسجد الأقصى أين؟ في القدس، هي أرض مباركة. إذا كان ما حولها مباركا فهذا يعني أنها هي مركز البركة، واضح؟ إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، لماذا؟ لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الآية التي بعدها: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ما المناسبة؟ إسراء ثم بعدها مباشرة: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ثم في الآية بعدها: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ما العلاقة؟ هذه الآيات الثلاث ما هي الصلة بينها ونحن نتحدث عن الإسراء؟ وأول كلمة، أول آية في السورة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الآن من كان فاتحا للمصحف الشريف فلينظر في هذه الآيات الثلاث، لا ينظر إلي، ينظر في هذه الآيات الثلاث، هل يستطيع أن يجد علاقة بينها؟
ركزوا معي. المسجد الأقصى، البيت الحرام والمسجد الأقصى، هل يذكركم بشيء؟ القبلة. ثم ماذا؟ هل يذكركم بشيء من تاريخ الأنبياء؟ بميراث، أحسنت، إبراهيم الخليل عليه السلام. كان له إسحاق عليه السلام وإسماعيل عليه السلام. أين كان إسحاق؟ في بلاد فلسطين، عند المسجد الأقصى، عند بيت المقدس. وأين كان إسماعيل؟ في البيت الحرام في مكة المكرمة. ذرية إبراهيم الخليل عليه السلام كانت في بلاد فلسطين، وإسماعيل عليه السلام من ذرية ولد سيدنا إبراهيم عليهما السلام كان في مكة المكرمة. خط النبوة من إسحاق يعقوب عليه السلام، ويعقوب يوسف عليه السلام، ثم الأصباط، ثم أنبياء بني إسرائيل. وخط النبوة في إسماعيل امتد إلى من؟ نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الآن هذا الميراث الذي تفرق يجمع لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. ميراث النبوة الآن يجمع لهذا النبي الخاتم، لبدر التمام ومسك الختام، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه واحدة، تذكروها جيدا. نتحدث عن حادثة الإسراء والمعراج. ما وصف سيدنا إبراهيم حينما نقول نبينا وسيدنا إبراهيم؟ نصفه بماذا؟ ماذا نقول؟ الخليل عليه السلام. لماذا هو الخليل؟ ما معنى الخليل؟ بالمعنى العام ماذا لما نقول الخليل؟ الصاحب العادي، ولا هذا أخص صحبة؟ لماذا؟ ما الذي بوى إبراهيم لهذه المنزلة؟ نعم، الله عز وجل بوأه هذه المنزلة. كيف؟ كيف؟ الآن أنتم، أحسنت، الآن عندك أصحاب، واحد منهم أشد صحبة لك، أشد صداقة وصحبة وأخوة أكثر من الآخرين، كيف ستختلف صلتك به عن الآخرين؟ تعاون، تعامل. لكن ما الذي ستخصه به؟ أنا سأكشف لكم، المحبة أكثر، كل شيء. أنت عندك أصدقاء كثيرين، لكن واحد منهم هذا أكثر تثق فيه، أكثر تصطفيه، ففي هذه الحالة كيف ستتعامل معه؟ نعم، إيش إيش الشيخ صابر؟ أيوة، لا بس هذه كلمة الأسرار. ستكشف له بعض سرك، تأتمنه، ستكشف له سرك، لأنك تأمنه على هذا السر، تريد أن تصطفيه. وكذلك نري إبراهيم ماذا؟ ملكوت السماوات والأرض. ولذلك واتخذ الله إبراهيم خليلا. إذن إبراهيم أراه الله عز وجل ملكوت السماوات والأرض، كشف له شيئا من عالم الغيب مما لم يكشفه لغيره، ولذلك اتخذه خليلا، كشف له بعض الأسرار الغيبية في هذا الكون مما لم يكشفه لغيره. وماذا صنع في حادثة الإسراء والمعراج لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أراه بعض ملكوت الغيب، كشف له بعض أسرار هذا الكون. ولذلك ماذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من طريق جندب ابن عبد الله عند الإمام مسلم؟ إن الله قد اتخذ إبراهيم خليلا وقد اتخذني خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا.
فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أيضا خليل الرحمن بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيما يلتقي مع إبراهيم عليه السلام؟ في انكشاف جزء من عالم ملكوت السماوات والأرض، في انكشاف شيء من عالم الغيب مما لا تحتمله الخلائق. إذن الآن، إلى الآن هذا المطلع، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، كم فائدة نأخذ؟ فائدتان. ترى إذا شفت حركة دي بعدين أسألكم، ما الفائدة الأولى؟ انتبهوا، ما الفائدة الأولى؟ جمع ميراث إبراهيم الخليل عليه السلام في أن الأرض كلها مشرقها ومغربها، مكة المكرمة وفلسطين، المسجد الأقصى، كلها محل لدعوة هذا الدين الحنيف، فتجتمع عند نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ماذا؟ بيان عظيم منزلة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بما اصطفاه الله عز وجل به في رحلة الإسراء والمعراج من كشف جزء من ملكوت الله تبارك وتعالى في عالم الغيب له، كما كشف لإبراهيم الخليل بنص كتاب الله عز وجل جزءا من هذا الملكوت. واضح إلى الآن؟ طيب، الأمر الثالث، بس من الآية الأولى بعدنا، متى نزلت سورة الإسراء؟ متى كانت حادثة الإسراء؟ قلنا في العهد المكي أو في العهد المدني؟ في العهد المكي. وفي الغالب، في الراجح، أنها كانت في عام، ما اسم العام؟ بعد وفاة عمه وزوجه وبعد أن رجع من الطائف، عام الحزن. أحسنت، بارك الله فيك، عندنا بعض طلاب المدارس متابعون الآن. طيب، فأراد الله تبارك وتعالى أن يصطفيه لهذه الرحلة، وكأنه يبشره، يعني لم يكن المسلمون قد وصلوا في ذلك الوقت، كانوا في مكة، ما وصلوا حتى إلى المدينة المنورة، فكيف المسجد الأقصى في فلسطين في بيت المقدس؟ إذن تحمل الآية ماذا؟ بشارة بأن بيت المقدس ستمتد إليه دعوة المسلمين، وسيمكن الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين من بلوغ بيت المقدس وإحياء ميراث إبراهيم الخليل عليه السلام. طيب، إذا كنا فهمنا الآن المقدمة في هذه الآية الكريمة، لننظر. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. لماذا موسى عليه السلام بعد الآية الأولى؟ لماذا؟ ركزوا معي. أيوة، من كان سارح، من كان مشغول بهاتفه ليركز معي الآن، ومن كان فاتحا للمصحف فلينظر في الآية، فلينظر في الآية الكريمة. طيب، في سورة القصص يقول ربنا تبارك وتعالى آية نقرأها ولا ننتبه لمعناها: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. صحيح؟ من بعد نزول التوراة على موسى عليه السلام توقف الإهلاك العام للأمم، توقف الإهلاك العام. كثير من حذاق المفسرين يقولون بأن أخذ الناس بالعذاب عامة توقف
بعد أن أوحي إلى موسى الكتاب. ولذلك قال ربنا، اسمعوا ماذا الآن سأقرأ آية القصص مرة أخرى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، قوم نوح أهلكوا، أول إهلاك عام ذكره لنا القرآن الكريم هو ماذا؟ الطوفان، واضح؟ ثمود، عاد، قوم لوط، مدين، قوم شعيب، كل هؤلاء ماذا أصابهم لما كذبوا الرسل وأعرضوا؟ عذاب عام. ونجي الرسل ومن معهم من المؤمنين فقط، حتى حصل إهلاك فرعون وجنوده ونجى الله تبارك وتعالى موسى مع المؤمنين من بني إسرائيل. ثم أوحي إليه الكتاب، توقف العذاب العام، حدث فارق في التاريخ، في تاريخ النبوات وفي تاريخ البشرية. معي إلى الآن؟ واضح الصورة إلى الآن؟ وفي هذا حديث، وكثير من المحدثين ينصون على أن الحديث صحيح، يعني يرون أن الحديث صحيح وهو متفق مع آية القصص، أن الله تبارك وتعالى ما عذب أمة بعذاب عام من السماء أو الأرض بعد أن أوحى إلى موسى الكتاب. هذه هي الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرفوعة، ذكرها طبعا الإمام الطبري ثم ذكرها عدد من أصحاب السنن، هي متفقة مع آية القصص. طيب، الآن هذا حدث في تاريخ النبوات وفي تاريخ البشرية جمعاء. ما أول عذاب عام ذكره لنا القرآن الكريم كما تقدم؟ الطوفان. ولذلك ذرية من حملنا مع نوح، الآن ذكر لنا موسى: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. إذن التذكير بنوح عليه السلام وبذريته التي نجيت معه، لأن إيتاء موسى الكتاب حدث فارق في تاريخ البشرية وتاريخ الرسالات، وأول عذاب عام ذكره لنا القرآن الكريم هو طوفان نوح عليه السلام، واضح؟ طيب كيف نجي نوح ومن معه من المؤمنين؟ نجاهم الله تبارك وتعالى في الفلك من الغرق. كيف نجي بنو إسرائيل من فرعون؟ بمجاوزتهم لليم. وماذا حصل لفرعون ومن معه؟ أغرقهم الله تبارك وتعالى. وماذا حصل لمن كذب نوحا عليه السلام؟ أغرقهم الله تبارك وتعالى. معي؟ هل انتبهتم الآن إلى هذه المعاني؟ إذن من يخاطب الآن؟ نخاطب نحن، ويخاطب بنو إسرائيل، وتخاطب البشرية بتذكيرهم بهذه النعم، وبتنبيه من كان يظن أن السيادة للمسجد الأقصى هي سيادة لشعب أو لأمة، بأن السيادة إنما هي للمؤمنين الصالحين العابدين المتبعين للأنبياء والرسل عليهم السلام. ولذلك يبشر نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الآية الأولى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم يذكر كل من يؤمن بموسى عليه السلام بأن سنة الله تبارك وتعالى من بعد إيتاء موسى الكتاب ليست بإهلاك عام، ليست بعذاب استئصال لمن يكذب الرسل، وإنما هي بالمدافعة بين الحق والباطل، وبنصرة الحق ودحض الباطل. شاء من شاء وأبى من أبى. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل.
ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ثم يذكرون بطوفان نوح، ولئن كان نوح ومن معه من المؤمنين قد أنجاهم الله تبارك وتعالى من الغرق، فإن موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين من بني إسرائيل في ذلك الوقت قد نجاهم الله تبارك وتعالى من الغرق، وأهلك عدوهم فرعون ومن معه من جنوده ومن مالأه من ملأه وقومه، أهلكهم بالإغراق في اليم. ولذلك قال عن نوح عليه السلام إنه كان ماذا؟ عبدا شكورا. لما تحدث عن الإسراء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ سبحان الذي أسرى بعبده. الآن لاحظوا الخطاب، وفي نوح ماذا قال؟ إنه كان عبدا شكورا. اليوم ما هي التهمة الجاهزة لمن يعادي الصهاينة؟ أحسنت، ما معنى معاداة السامية؟ أبناء سام، من سام؟ سام ابن نوح. أحسنت، بارك الله فيك. الآن سام ابن نوح، من له الشرف الأكبر، الابن أو الأب؟ فإذا كان الأب عبدا شكورا فبما تفخرون؟ وعلى من تفخرون؟ وكيف تزعمون أنكم أولياء الله؟ كيف تزعمون أنكم أبناء الله وأحباؤه؟ ولئن كان من تنتسبون إليه هو ينتسب، هو من ذرية، إن صح أنهم ينتسبون إليه، فإن أباه الذي هو المرسل، النبي المرسل الكريم من عند الله عز وجل الذي اصطفاه وأكرمه بما أكرمه به ثم نجاه، والله تبارك وتعالى يقول ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، كان عبدا شكورا. فكيف تكفرون أنتم؟ وكيف تجحدون؟ وكيف تتكبرون وتستعلون على عباد الله تبارك وتعالى بأي شيء؟ وما كان نوح إلا عبدا رسولا نجيناه بنعمة منا وفضل. ثم إن موسى عليه السلام الذي بعث فيكم، فإن الله تبارك وتعالى ما أنزل عليه الكتاب إلا ليكون هدى لبني إسرائيل، لا ليكون سببا للاستعلاء والإفساد والتكبر في الأرض. طيب، ما الآيات بعدها حتى لا ندخل، لا نأخذ الكثير من الوقت؟ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. لن أدخل في الإفسادتين الأولى والآخرة، لن أدخل فيهما لأنها ليست محل حديثي اليوم إليكم، لأن بعد عندنا سورة النجم. لكن طبعا تعرفون أن سورة الإسراء تسمى ماذا أيضا؟ سورة ماذا؟ كما ثبت في السنة سورة بني إسرائيل. وكأن الإسراء والارتباط بين بيت المسجد الحرام والمسجد الأقصى مشوب بالتعرض لبني إسرائيل، لا يمكن الانفكاك إلا بالتعرض لبني إسرائيل. طيب الآيات، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، ما الذي نأخذه؟ فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم بعد ذلك يقول فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. ما العبرة بشكل عام الآن؟ ما الذي يحذرهم منه ربنا تبارك وتعالى ويحذرنا منه؟ الإفساد في الأرض والعلو والتكبر والظلم والبغي والطغيان، صحيح؟ في الحقيقة السورة، سورة الإسراء، من كان فاتحا للمصحف بإمكانه أن يقلب آيات سورة الآن سيجد أنها تتحدث، سورة مكية تتحدث عن، تحذر في مطلعها، تحذر من الظلم والطغيان والعلو والإفساد في الأرض. طيب، ثم بعد ذلك، وهذا يتأكد في السورة،
لما يقول ربنا تبارك وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجل. كلها تحذيرات وبيان لسنة الله تبارك وتعالى الجارية الماضية في الخلق وفي الأمم، واضح؟ ثم ينتقل بعد ذلك ربنا تبارك وتعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تأتي توجيهات تتعلق بالأخلاق بعد توحيد الله عز وجل: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، توحيد خالص لله تبارك وتعالى. ثم وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ثم توجيهات تتعلق بمعاملة: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، تحذير من التبذير، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ثم بعد ذلك: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل قصاص إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم. هذه التوجيهات للمجتمع في مكة، ولم يكونوا مجتمع، كانوا أفرادا، الذين آمنوا بدعوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانوا أفرادا في المجتمع المكي. في هذا البيت واحد أو اثنان، وفي هذا البيت واحد أو اثنان، وهناك ثلاثة أو أربعة، وهكذا في الأسرة الأخرى، وهكذا كانوا أشتاتا جماعة، لم يكونوا مجتمعا. تأتي تعليمات ووصايا قرآنية وتوجيهات ربانية من الله تبارك وتعالى، وهي تتحدث عن إقامة أود مجتمع ودولة. صدر السورة ماذا؟ قلنا أنها تحمل بشارة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تبارك وتعالى سيفتح للمسلمين الأرض وسيصلون إلى بيت المقدس، صحيح؟ الآن وهم في مكة، الآن ربنا تبارك وتعالى يوجههم إلى ما يحتاجون إليه من أسس في أصول الأخلاق لبناء مجتمع متماسك يكون نواة لبناء دولة يمتد عدلها وقسطها وتمتد رحمتها الوارفة لتشمل الناس جميعا. يهيئون وهم في مكة لتلك المرحلة التي ستأتي، التي بشرهم بها ربنا تبارك وتعالى في بداية السورة. ثم إذا مضيتم بعد هذه ماذا يأتي؟ يعني ربنا قبلها عفوا، بعد بيان التحذير من الظلم والإفساد والعلو، ماذا يأتي؟ عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ماذا يأتي؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الدستور والمنهاج الذي يحتاجون إليه هو هذا الكتاب. فإلى إن كان قبلكم أقوام طغوا وتجبروا في الأرض وعلوا وأفسدوا فأزال الله تبارك وتعالى سلطانهم وتهدم بنيانهم وسلط عليهم من هو شر منهم، فإياكم أن تقعوا فيما وقعوا فيه
وإياكم أن تكونوا مثلهم. ما الذي يقيكم من ذلك ويحصنكم منه؟ ما الذي تحتاجون إليه؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، ليس مجرد نظريات، ليس مجرد شعارات، وإنما يبشر من المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. طيب متى يحصل هذا؟ متى تتحقق هذه البشارة؟ متى يأتي نصر الله عز وجل؟ متى يورثنا الله تبارك وتعالى الأرض؟ ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، ماذا؟ وكان الإنسان عجولا. هذه حكمة الله تبارك وتعالى، هو الذي يدبر الأمور. ما عليكم إلا أن تأخذوا بالأسباب وأن تتمسكوا بهذا الكتاب العزيز حتى يمكن الله تبارك وتعالى لكم ويفتح عليكم فتحا مبينا وينصركم نصرا عزيزا. رأيتم كيف تترابط الآن؟ في الحقيقة سورة الإسراء من أهم موضوعاتها الحديث عن القرآن الكريم وأثر القرآن الكريم في تكوين مجتمع قوي متماسك وبناء دولة متينة الأركان، وفي كشف مكر أعداء الله عز وجل بالقرآن وبأهل القرآن. يعني موضوع بارز في سورة الإسراء موضوع القرآن الكريم، ولكن السورة كلها، سورة الإسراء، الآن ستجدون أن السورة فيما يأتي إلى آخرها تتحدث عن ثلاثة موضوعات. ركزوا معي، تتحدث عن كم موضوع؟ أصول العقائد، وأصول الذي كنا نتحدث عنه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وآت ذا القربى حقه ولا تبذر تبذيرا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. يتحدث عن ماذا؟ أصول بيش؟ أصول الأخلاق. ثم بعد هذه أصول الأخلاق، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أصول العبادة. ثلاثة أشياء هي التي تحتاجون إليها: عقائد خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، توحيد خالص لوجه الله تبارك وتعالى، أخلاق مستقاة من رب السماوات والأرض، أخلاق سماوية ليست وضعية، ليست أعراف وعادات، ليست أهواء وشهوات، وإنما هي أخلاق نورانية من عند الله تبارك وتعالى. ثم عبادات. من أين نتبين كيف نعبد ربنا؟ من عقولنا، من اجتهادنا، أو مما يوحيه إلينا ربنا تبارك وتعالى من وحي الله عز وجل. الآن العقائد والأخلاق والعبادات من أين تستقى؟ من الوحي، من القرآن الكريم، صحيح؟ إحنا نتحدث في سورة ماذا؟ أنا أتحدث الآن عن سورة النجم. والنجم إذا هوى ماذا؟ ما ضل صاحبكم وما غوى، أيوة، إن هو إلا، رأيتم؟ سورة النجم تتحدث عن ماذا؟ والنجم إذا هوى، بعد القسم ما الذي أقسم عليه ربنا تبارك وتعالى؟ ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن ما يريد أن يعلمنا إياه ربنا تبارك وتعالى في سورة النجم تعرض له في سورة الإسراء. فإذا كانت سورة النجم تتحدث عن رحلة المعراج التي فيها انكشاف لشيء من عالم الغيب والملكوت لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسورة الإسراء في مجملها وأغلب موضوعها تتحدث في صدرها تتحدث عن رحلة الإسراء، فإن السورتين تلتقيان في التأكيد على أن مصدر المعرفة والتلقي والاهتداء والنور والخلق والعقائد والعبادة إنما هو ماذا؟ وحي الله تبارك وتعالى. طيب الوحي مما تبتدعه العقول؟ مما يمكن أن يجتهد فيه البشر؟ وإنما هو
من عند الله تبارك وتعالى. طيب ماذا نجد في سورة النجم؟ وسنرجع مرة أخرى إلى سورة الإسراء. من كان فاتح المصحف له أن ينتقل الآن إلى سورة النجم قبل الأذان. طيب سورة النجم تؤكد مصدرية الوحي وأنه من الله تبارك وتعالى وحده، وأن الوحي هو مصدر وأساس المعرفة المتعلقة بالتوحيد، العقائد والعبادات والأخلاق. ولذلك فإن سورة النجم تؤكد هذا المعنى. أكثر سورة ورد فيها العلم واليقين وما يقابله من الوهم والظن سورة النجم، لأن الوحي علم وما سواه وهم. فيذكر لهم ربنا تبارك، يذكر لنا ربنا تبارك وتعالى في سورة النجم حقائق. الآن النجم إذا هوى هل يخفى النجم على أحد؟ لا يخفى النجم على أحد، سواء قلنا بأن النجم هو الجرم السماوي المعروف الذي يبدأ في الظهور ثم يتحرك حتى يغيب في الأفق، أو قالوا بأنه النجم المذنب الذي يراه البشر فيخترق الأفق حتى يتلاشى. هذا أمر ظاهرة كونية يراها الجميع بتدبير من الله تبارك وتعالى وحده. واضح؟ طيب بهذا النجم أقسم ربنا تبارك وتعالى على أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لم يضل ولم تصبه غواية، وأنه ما ينطق عن الهوى، وإنما هو ماذا؟ وحي يوحى. ثم يبين لنا ربنا تبارك وتعالى ما الذي حصل، يبين لنا قال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. الحديث عن جبريل عليه السلام هو ذو المرة، جبريل عليه السلام كما هو قول جماهير المفسرين. فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. عبر جبريل عليه السلام تلقى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الوحي من عند ربه تبارك وتعالى. الآن يؤكد لنا ربنا هذه الحقيقة وأنها علم يقيني. ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. الآن الحديث عن المعراج، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قلت بأن ربنا تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة بعد أن يبين أن مصدر التلقي والمعرفة فيما يتعلق بالتوحيد الخالص لله عز وجل والعبودية الحقة له والأخلاق التي يخاطب بها المكلفون إنما هو الوحي من عنده جل وعلا، وأنه علم منه، علم يقيني لا يخالطه وهم ولا شك، رد على أولئك المشركين الذين يشككون في هذا الوحي. وكيف رد عليهم؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. سنقف عند هذا الجزء فقط. الآن ماذا كان موقف المشركين من المعراج؟ كذبوا وعارضوا وأخذوا يستهزئون بالمسلمين، أخذوا يهزؤون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبالمؤمنين. طيب هؤلاء الذين يهزؤون ويشككون أولاً فاتهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتلقى الوحي من عند الله تبارك وتعالى، فما الغرابة في أن يكرمه ربه بأن
يصعد به إلى السماوات العلى ليكشف له بعض آياته الكبرى، في مقابل أنهم يؤمنون ويعظمون ويتقربون إلى أصنام صنعوها بأنفسهم. أي الموقفين أعجب؟ ولذلك هذه الأصنام هل لها حقائق؟ هل تنفع أو تضر؟ هل تسمع الدعاء؟ لا، هي مجرد أوهام وظنون في عقولهم. واضح؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. الآن هل هذا يرد على أولئك المشركين فقط؟ لا يرد على المشركين في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحدهم دون غيرهم، بل يرد ويفند أباطيل كل المشككين في دعوة الحق التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من عند ربه تبارك وتعالى، حينما قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ما أكثر الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان وتعبد اليوم وتعظم وتقدس تحت شعار الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وقد رأيتم كيف أن هذه المعايير معايير مزدوجة، أو حتى حقوق الإنسان أو الديمقراطية أو الحرية أو الليبرالية أو غير ذلك من الأسماء التي سماها البشر وإذا بهم يعظمونها ويعبدونها ويقدسونها، وإذا بهم بهذه الأسماء الفارغة الجوفاء يضطهدون أصحاب الحق ويظلمون أصحاب الأرض ويعيثون في الأرض الفساد وينشرون الرذيلة والشذوذ وينشرون الشرك والتشكيك في الله تبارك وتعالى وفي التوحيد الخالص، وينشرون الرذائل والسفاسف والدنايا في هذه الأرض تحت شعارات هم ابتدعوها لا أصل لها ومعاني جوفاء فارغة. هل يشكك في هذا أحد؟ في حين أن ربنا تبارك وتعالى يبين لنا أن هذا الذي يمكن أن يعظمه البشر فيما يتعلق، لا نتحدث عن النواميس الطبيعية المادية، نتحدث عن العقائد والأخلاق وماذا قلنا؟ والعبادات. هذه لا مصدر لها إلا التلقي عن الله تبارك وتعالى من خلال الوحي. ولذلك فإن الوحي ضرورة بشرية، الوحي ضرورة بشرية. كيف يعني الوحي ضرورة بشرية؟ يعني في الحقيقة أنه لا يصلح للاجتماع البشري الإنساني إلا أن يكون بتوجيه رباني إلهي من عند الله تبارك وتعالى. أصل الخلق من؟ آدم عليه السلام، صحيح؟ طيب تكوين مجتمع أو اجتماع بشري كيف يكون؟ ذكر وأنثى. طيب ماذا كيف ابتدأت العلاقة بين الذكر والأنثى؟ الزواج، صحيح؟ من أين الزواج؟ كيف جاء الزواج؟ البشر هكذا اجتهدوا كل مرة علاقة كل مرة طريقة إلين وصلوا إلى الزواج؟ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، هذا أصل الزواج، هذا أصل الأسرة، هذا أصل الاجتماع البشري. ثم قولوا لي كيف يمكن أن تنضبط العلاقات بين البشر داخل الأسرة، بين ذوي القربى، بين الجيران، بين الناس، العلاقات الاجتماعية والمالية والخلقية؟ لا يمكن إلا بهدي رباني. ولذلك في الإسراء ماذا؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بدأت فورا يتجه إلى تأسيس قوام وأركان وأسس ومقومات لبناء مجتمع متماسك فيما يتعلق بجوانبه الاجتماعية والمالية والمعيشية، وفيما يتعلق بالإنفاق والعلاقات المالية، وفيما يتعلق بالعدل والحقوق. فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، يعني حد من حدود الله عز وجل لإطفاء نائرة الشهوات والغضب التي يمكن أن تدفع
بمن وقع في شيء من ذلك إلى أن يظلم ويسوس المجتمع، حينئذ الثارات والعداوات إرساء لأسس العدالة والقضاء من أول الأمر، من أول يوم، من عند الله تبارك وتعالى وحده. لاحظنا الآن ارتباط بين الإسراء والنجم، بين حادثة الإسراء وحادثة المعراج، لاحظنا ولا ما لاحظنا؟ سأختم الآن، سأختم بشيء غاية أيضا في العمق. في الحقيقة سورة الإسراء أيضا تلفت نظرنا إلى حقيقتين بالغتي الأهمية، فمن كان الآن يرجع إلى سورة الإسراء، من كان يتابع معي من المصحف يرجع إلى سورة الإسراء. بعد الحديث عن القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. لماذا هذه المداولة بين الليل والنهار، بين الحق والباطل، بين نصرة الله عز وجل لعباده؟ هي مداولة، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ثم قال: لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه الآيات من وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه تتحدث عن ماذا؟ المسؤولية الفردية. أحسن، المسؤولية الفردية، واضح؟ المسؤولية الفردية، نعم، سنبينها أكثر. إلى قلت من الآن نقرأها حتى نفهم مرة أخرى، قلنا وكل إنسان لا يسلم من ذلك أحد، ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واضح؟ مسؤولية فردية. هل هذه المسؤولية الفردية تتحدث عن الجزاء الدنيوي أو الجزاء الأخروي؟ الجزاء الأخروي. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه في الدنيا قد يمهل الله الظالم ولا يصيبه شيء إلى أن يتوفاه، وقد يبتلي المؤمن الصالح في هذه الحياة الدنيا فلا يغير إيمانه وتقواه شيئا من هذا البلاء الذي أصابه. لا علاقة، المسؤولية الجزاء ماذا؟ أخروي. ففيما يتعلق بالأفراد كل إنسان مسؤول عن نفسه، لكن هذه المسؤولية مسؤولية أخروية، سيجد جزاءه وحسابه عند الله تبارك وتعالى في الآخرة. وإذا قال ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الآن سينتقل إلى نوع آخر من المسؤولية. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ليرجع إلى المسؤولية الفردية. لماذا الآن مسؤولية الجمعية؟ مسؤوليتك في الجماعة، في الأمة التي تكون فيها. وكم أهلكنا من القرون من وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هل هذا أخروي أو دنيوي؟ هذا دنيوي. إذن سنة الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالأمم أنها إن أفسدت وأساءت ماذا يصيبها؟ يصيبها الدمار، يصيبها الضعف، يتغلب عليها غيرها، يسلط الله تبارك وتعالى عليها غيرها، وهذا ماض
جار. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. أنت لكنك فرد في هذه الأمة ستتحمل، إن أصلحت فلك ثوابك، وإن أسأت وكنت إمعة تقلد غيرك ولم تؤدي واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فسيصيبك من العقاب قدر تقصيرك هذا في حق أمتك عليك. من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء. حتى الآن يتأكد لك المعنى، لا تظن أن الفرد لا بد أن يبتليه الله تعالى في الدنيا إذا أساء وظلم وتجبر وطغى، لا، ما يلزم، صحيح؟ لا يلزم. وقد رأيتم طغاة عتاة ما تميت عادية، منعمين مرفهين، ما لم يخسف بهم، لم يصبهم شيء، ورأيتم صلحاء أوفياء أتقياء لكنهم يبتلون وتصيبهم الأمراض تمحيصا من الله تعالى ورفع درجات وابتلاء، هذا لكن لا علاقة لها. أما الأمم فلا، وضعها مختلف، المسؤولية مختلفة. ولذلك حتى لا يلتبس الأمر، من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إعداد للمرحلة التي ستكونون فيها مجتمعا ودولة، وتعريف بالأسباب التي تحتاجون إليها للتمكين والنصر وسيادة الأمر والقيادة. هذا هو وحي الله تبارك وتعالى، هذا هو كتاب ربنا يعلمنا ذلك في هذه الحادثة، في حادثة الإسراء، ويقول لا مصدر لكم لاكتشاف هذه السنن وتبين هذه النواميس إلا من وحيه الذي أوحاه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. رأيتم أيها الإخوة كيف أن العبر والعظات في حادثتي الإسراء والمعراج لا حصر لها ولا نهاية، وأن الذي أخبرنا به ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن نحن تدبرنا فيه وأخذنا بمعانيه والتزمناه في حياتنا فإن الله تبارك وتعالى يورثنا الأرض ويحقق لنا النصر والتمكين ويكتب لنا العز والفخر والشرف وقيادة الإنسانية إلى بر الأمان، إلى العدالة والإنصاف، إلى المرحمة والتعاون والتعاطف، لا إلى الظلم ولا إلى العدوان والبغي والغلبة والتغلب على الآخرين بالجبروت والطغيان. لأننا إن فعلنا ذلك فإن سنة الله تبارك وتعالى ماضية فينا، وإن عدتم عدنا. بهذا ينبغي أن ننظر في كتاب الله تبارك وتعالى وأن نأخذ منه العبر والعظات، وأن ننتهز ذكريات هذه المناسبات لنقف مع أنفسنا ونتأمل في معانيها ودلالاتها وعظاتها وعبرها ودروسها، لا أن تمر علينا مرورا عابرا لا نلقي له بالا. وكان نظرنا في هذه الليلة الطيبة المباركة مع هذه الوجوه المؤمنة من هذه الزوايا، وإلا فالعبر والعظات كما تقدم كثيرة لا يمكن لنا أن نحتويها. فهناك من ينظر إلى هذه الحادثة باعتبار فرج الله عز وجل وتيسيره لعباده حينما تشتد بهم الكرب وتتكالب عليهم الظروف، فإذا بنصر الله عز وجل يأتي من حيث لا يحتسب الإنسان، كما كان لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عام الحزن، وإذا به كأنه يقول له إن كانت الأرض قد ضاقت بك فإن السماوات تتلألأ فرحا بمقدمك إليها، وإذا بالله تبارك وتعالى يبشره بأن الله عز وجل سيبلغ الحق وينشر هذا الدين ويبسط للمسلمين في هذه الأرض إنهم أخذوا بما
أكرمهم به من هذا الوحي والهدي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فنقف عند هذا الحد وعسى أن يكون فيه كفاية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في مثل هذه اللقاءات وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا للهدى ووفقنا للتقوى وعافنا في الآخرة والأولى. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا في غزة وفلسطين. اللهم كن لهم وليا وكافيا ونصيرا. اللهم ربنا أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم اجعل تدبير عدوهم تدميرا له يا رب العالمين. اللهم شتت شمل عدوهم وفرق جمعه واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلادنا آمنة مطمئنة تنعم بآلائك ونعمك يا الله يا ذا الجلال والإكرام، وسائر بلاد المسلمين، إنك ربنا على كل شيء قدير، وبالإجابة لمن دعاك مخلصا جدير، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.